اكتشفوا العلماء انه اكو سانلينج بروتين اسمه راس RIS. تمام، هذا RIS يصير بي ابنورمالتي، يصير بي ابنورمال فورميشن. فهذا الابنورمال فورم RIS مسؤول عن 30% من سرطانات الجسم، خصوصا الكولونيك والبنكرياتيك. تمام، سرطان القولون والبنكرياس. فقالوا انه هذا ابنورمال فورم من RIS ناتج عن طفرات وراثيه بالوين بالجين من RIS يتحول الى اونكوجين. تمام، زين، هذا RIS بروتين شنو فائدته بالحياه؟ فائدته انه مسؤول عن الكنترول جروث والمالتيبليكيشن، يعني ديفايدنج ديفيجن والجروث. هذا RIS. زين، RIS بال RIS هو شنو؟ هو عبارة عن شنو؟ هو small G protein. هو small G protein. RIS هو small G protein راح يرتبط لي بالجوانين دايفوسفيت بحالة الرست، وبحالة الاكتف حيرتبط لي بالوين جوانين ترايفوسفيت. وارتباط الجوانين ترايفوسفيت حقيقة هذا نحكي RIS بصورة طبيعية، مو ميوتانت، مو ميوتاجينيك، بصورة طبيعية. ارتباطه بالجي تي بي بصورة طبيعية حيكون يعني temporary، مؤقت. ليش؟ لأنه عنده قدرة على auto catalyze its hydrolysis، حيسوي hydrolysis لنفسه، وراح يرجع يرتبط لي بالجوانين دايفوسفيت. أما الميوتاجينيك هذا راح يرتبط لي بشكل دائم بالجوانين دايفوسفيت، لأنه ما عنده القدرة على إنه يجي يسوي hydrolysis لنفسه ويرجع يرتبط لي بالجوانين دايفوسفيت. فهنا قالوا العلماء إحنا لازم يعني نطور فد inhibitor، يعني هذا لازم نفتهم أكثر شيء قبل نطور inhibitor. لازم نفتهم إنه RIS شلون يشتغل. فاكتشفوا بأنه أكو إنزيم، طبيعة هذا الإنزيم يكون زنك ميتالو إنزيم اللي هو فرنسية ترانسفيريز إنزيم. ها عفوا سوري. وقالوا بأنه شنو ما دام الرأس ارتبط لي ارتباط وثيق بالجوانين ترايفوسفيت، وما دام هو مسؤول عن السيل جروث والمالتيبليكيشن، فبالتالي هو حيكون مسؤول الأساسي عن تطور الكانسر. لأنه الكانسر سيل مثل ما تعرفون كانسر سيل هو abnormal growth، مو لو هو abnormal growth للخلايا الموجودة بجسمنا، فهذا نسميه سرطان. فهو الرأس مدام RIS مدام حيرتبط بشكل وثيق بالguanine trifosphate، وهو أصلا مسؤول عن growth، فراح يعني يزيد لي growth rate من قوسين، فهو مسؤول عن سرطان. تمام، بس حبيت أوضحها. فهنا أنا قالوا اكتشفوا بأنه أكو إنزيم هو يكون طبيعته زنك ميتالو إنزيم، يعني بيميتالز ميتالو إنزيم بيميتالز اللي هو زنك ميتالو إنزيم اسمه فرنسيل ترانسفيريز.